إصدار السابع في مادة تاريخ المغرب في عهد المارينيين، ازدهار المهن والعلوم. النشاط الأول: أتعرف مجالات علمية ازدهرت في العصر الماريني، المدرسة البعنانية. ألاحظ التصميم والصور وأقرأ النص والجدول. بالنسبة للوثيقة الأولى فتمثل تصميم للمدرسة البعنانية. فالمدرسة البعنانية تتكون من قاعة الدراسة، الصحن الكبير، غرفة الطلبة، الصومعة، باب المدرسة، والساعة المائية. الوثيقة الثانية عبارة عن نص: أقام أبو عنان سنة 1351 ميلادي الموافق ل 752 هجري بمدينة فاس مدرسة أكثر اتساعا من قريناتها، إذ تتكون من طابقين أحدهما أرضي ويشتمل على قاعة للصلاة بها منبر مما يدل على إقامة خطبة الجمعة بها، وقاعتين أخريين للدرس وغرف للطلبة، والثاني علوي مخصص للغرف لا غير، كما أن لها صومعة ومرافق خارجية تتمثل في ميضأتين وساعة مائية قبالة المدخل الرئيسي. بالنسبة للصورة المرافقة للوثيقة الثانية فهي عبارة عن صورة داخلية للمدرسة البعنانية بمدينة فاس. بالنسبة للوثيقة الثالثة فهي تمثل جدول يحدد شروط وظروف الدراسة بالمدرسة البعنانية بمدينة فاس. بالنسبة للشرط الأول فهو السن، يعني لا يقبل في المدرسة البعنانية كل طالب عمره يقل من 20 سنة، وهذا بالنسبة للذكور فقط. الشرط الثاني الشروط العلمية، ومضمون هذه الشروط العلمية هناك حفظ القرآن، الإلمام بعلوم القرآن والحديث والفقه واللغة. وبالنسبة لمدة الدراسة بالمدرسة البعنانية حوالي 10 سنوات. المواد المدرسة بهذه المدرسة هناك العربية، الفقه، التفسير والتاريخ. وبالنسبة للظروف الدراسة فالمدرسة البعلانية توفر لطلابها أفضل ظروف السكن والكسوة والطعام. السؤال الأول: أصف المدرسة البعلانية من حيث تعريف بمكان وجودها وبمن أسسها، تاريخ التأسيس، مرافقها ووظائفها في الماضي، شروط الالتحاق بها، ظروف الدراسة بها، المواد المدرسة بها. وبالنسبة للسؤال الثاني: أستنتج أهمية هذه المدرسة في الحفاظ على استمرارية العلوم الدينية في المغرب. الجواب الأول: تتواجد المدرسة البعنانية بمدينة فاس، أسسها السلطان أبو عنان الماريني سنة 1351 ميلادي الموافق ل 752 هجري، وتتكون من صحن كبير، مسجد، قاعتين للدرس وغرف للطلبة. وتعتبر المدرسة البعلانية مدرسة ومسجد في نفس الوقت، وذلك لحفظ القرآن الكريم ودراسة مختلف العلوم الأدبية والدينية كالعربية والفقه والتفسير والتاريخ، إضافة إلى أن المدرسة البعلانية توفر للطلبة أفضل ظروف السكن والإقامة، وهي مدرسة مخصصة للذكور فقط بشرط أن يكون عمرهم يتجاوز 20 سنة فما فوق. ثانياً، تعتبر المدرسة البعلانية مدرسة تعليمية تخرج منها العديد من العلماء والفقهاء، تهتم بحفظ القرآن الكريم ودراسة مختلف العلوم الدينية والعلمية، وتعمل على استقبال الطلاب بهدف طلب العلم والحفاظ على استمرارية العلوم الدينية بالمغرب. النشاط الثاني: أصف مظهرا حضاريا مارينيا، هندسة المساجد. أقرأ النص وألاحظ التصميم وأستعين بالجدول. تميزت هندسة المساجد المارينية بالدقة والروعة، وازدانت بزخارف غطت كل المساحات دون أن تترك أي فراغ، وأدخلت مواد أخرى بجانب الجبس
لم تكن تستخدم في العصور السابقة. نفذت عليها هذه الزخارف كالزليج الذي استخدم في كسوة الأجزاء السفلى للجدران وفي كسوة واجهات المآذن، والخشب الذي استخدم في كسوة الأجزاء العلوية من الجدران. كما يلاحظ غلب الطابع الأندلسي على الفن الماريني، وذلك انعكاسا للعلاقات الوطيدة التي كانت تربط بين المارينيين والأندلسيين. الوثيقة الأولى تمثل تصميم ومرافق مسجد بن صالح بمراكش. بالنسبة لتصميم هذا المسجد، فيتكون من المحراب، المدخل، بلاطة القبلة، الصومعة، سقف المسجد، والصحن. أقرأ الوثائق وأستعين بالبطاقة لأدرس المعلمة. المؤسس أبو الحسن الماريني، تاريخ 718 هجرية الموافق ل 1318 ميلادي. الموقع والمساحة يتواجد بمدينة مراكش. الأبواب يتكون من 3 أبواب. أما بالنسبة لمواد البناء، الجبس، أجور، طابية والخشب. الصومعة يتجاوز علوها 27 متر. بطاقة مساعدة لدراسة معلمة تاريخية. تحديد الموقع في المدينة من خلال التصميم. ثانيا، جميع معلومات مختلفة حول تاريخ البناء، المؤسس والوظيفة في الماضي والحاضر. ثالثا، وصف المرافق، مواد البناء، الشكل العام، وصف المرافق، الزخرفة والتجهيزات. الأسئلة: السؤال الأول، أحدد مكان وتاريخ بناء المسجد وأصف مرافقه من الخارج ومن الداخل وأبين وظيفته. السؤال الثاني، أستخلص خصائص هندسة المساجد لدى المارينيين وعنايتهم بمواد البناء وبالزخرفة ومظاهر تأثرهم بالمعمار الأندلسي. السؤال الثالث، أستنتج المهن التي برزت في العصر الماريني والتي لها علاقة ببناء مثل هذه المعالم. السؤال الأول، مكان وتاريخ بناء المسجد. تم تأسيس مسجد بن صالح سنة 1318 ميلادية الموافق ل 718 هجرية بمدينة مراكش. وصف مرافق المسجد من الخارج ومن الداخل. يتكون مسجد بن صالح من الخارج على صومعة مزخرفة علوها يتجاوز 27 مترا ومن 3 أبواب. أما من الداخل فتتكون من صحن كبير وبلاطة المسجد والمحراب. أما بالنسبة لوظيفته فهو يعتبر مسجد للصلاة. ثانياً، تميزت هندسة المساجد لدى المارينيين بالدقة والروعة، حيث تم استعمال مواد بناء مختلفة كالجبس والزليج والخشب التي نقشت عليها الزخارف والتي اكتسبت الكثير من الخصائص الناتجة عن تمازج الطابع الأندلسي بالفن الماريني، إضافة إلى العلاقة الوطيدة التي كانت تربط بينهم. ثالثاً، المهن التي برزت في العصر الماريني والتي لها علاقة ببناء مثل هذه المعالم هي الزليج، النجارة، والنقش على الجبس والخشب. النشاط الثالث، دراسة شخصية أبو عنان. أبو عنان هو حاكم ماريني لقبه المتوكل على الله، دام حكمه 9 أعوام و9 أشهر. كان السلطان أبو عنان طويل القامة نحيف البدن وكان يعرف بالشهامة والشجاعة. اشتهر بحب العلوم والآداب وكان فقيها عارفا بالمنطق وأصول الدين. كان حافظا للقرآن وللحديث.
قام أبو عنان ببناء المدرسة البعنانية بمدينة فاس التي اهتمت بحفظ القرآن وتعلم كافة أنواع العلوم الدينية والعلمية.